جود مورنينج لكل المشاهدين. ذكروا نهار السبت شو قلت لكم، بنروح بنرتاح نهار الاحد وبنرجع نهار الاثنين اقوى، وانا اكيد اليوم انتم عدتوا اقوى، اكيد اقوى، كرمال نقدر يكون عندنا كمان او نرسم اذا بدكم ملامح ستة سيشنز رح يكونوا بهيدا الاسبوع من نهار الاثنين لنهار السبت، نرسم سوا ملامح سيشنز رح يغطوا كل عضلات جسمنا او حتى ابعد من هيك بكثير، كل مكونات حي الله حصه رياضيه من كارديو فاسكل تريننج، من ويت ليفتنج، من فلكسبيليتي، من اجيليتي، من بالانس، من كل هالامور اللي لازم نحن نشتغلها كرمال نحسن اذا بدكم حالتنا الصحيه، حالتنا اذا بدكم بالشكل تبعنا والحاله الفكريه تبعيتنا، لانه هدول اثنين بيتلازموا مع بعض، شكلنا وجسمنا وصحتنا واكيد العقل تبعنا، وقديش نحن ردي بالعقل تبعنا بالقلب وبالعقل تبعنا كرمال نكون عم نأدي كل الاوبستكلز اللي معقول يجوا علينا. كونوا اكيدين لما نكون فت بالقلب وبالجسم وبالعقل، حي الله اوبستكل بنواجهه خلال اسبوع رح نكون عم نواجهه بطريقه كثير قويه وبشجاعه اكثر. اليوم نحن رح نحكي مثل كل تنين على لور بادي كلتشر، رح نشتغل على عضلات اسفل الجسم، رح فرجيكم انا باول صوره معنا عضلات الجسم كيف موزعة. هلأ بنشوف الصورة نرجع سوا لما تكون حاضرة. كل العضلات مرسومين أو مشار لإلهم بالألوان. الصورة الثانية اللي حكون عم تحكي لما يكونوا ردي بعد شوي عن السكوات وكيف ممكن نحن نعمل سكوات. أول صورة صارت ردي، العضلات بالألوان بأسفل الجسم من الجلوتس نزول أكيد لحديد الكافز وكل عضلات اللي ممكن تشوفون بأسفل الجسم. بنتقل للصورة الثانية، وبما أنه سكوات شغلة أساسية، هيدي صورة عن كيف ممكن نعمل سكوات. أهم شيء شوفوا محل الركب كيف ما بيقطعوا أصابع الإجرين، كيف البط راجع على وراء. أكيد نحن البوستشر تبعيتنا كتير مهمة أثناء تأدية الحركات. أنا وياكم، لكل الناس اللي عم يتحضروا ويتمرنوا معي، لكل الناس اللي اقتنعوا أنه لازم يكون عندهم شوية أكسسوريز بالبيت عندهم كرمال يأدوا الحركات، تيك الفتنس بول حطوها ورا ظهركم، نبلش نعمل نحن سكواتس بهالطريقة. طول ما انه البوستشر تبعيتي صحيحة، طول ما انا عم بأدي بطريقة صحيحة كمان ما رح يكون عندي اي مشكلة. وزن جسمي شوي تقريبا 20% من وزن جسمي لقي على الفتنس بول. This is number 2 3 4 5. اذا السؤال قديش لازم انزل، لازم انزل لارسم باجريي 90 درجة، برجع بطلع لهون 6 7 8 9 and 10 and 10 على مهلي. بتساعد دايما بالفتنس بول لأدي الحركات يلي بدي أديها، كمان الميديسن بول لازم يكون لها شغل كتير كبير معنا. رح أدي هلا كمان 10 مرات سكوات أنا وعم بشتغل بالمادسن بول، برجع كتافي لورا، بشد المعدة إجرية على وسع الكتاف على التشست من هون، and I apply 10 repetitions. واحد بعمل تلك بالآخر للهيبس تبعولي. أهم شيء تعرفوا إذا بعمل الحركة لتحت برجع بوقف بعمل أرش لورا، هيدا اسمه extension، ولكن لما أنزل بهالطريقة أطلع لفوق من الهيبس تبعولي أعمل بوش صغيره لقدام بكون عم بعمل تلت. سو ذير از ا بيج ديفرنس، يعني تلت لقدام بهالطريقه، هون لما اعمل ارش عم بعمل اكستنشن يلي ما لازم اكون عم اديه لما اكون عم ادي او عم بنهي حركه السكواتس. لكن تلت 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بعدني بسكوات كلتشر، رح زيد الوزن، استعمل الكتل بال. الطريقه او الفرق يلي رح اعمله رح وسع اجريي واجريي بطلوا باراليل، بقى وضع واسع من هون، بثبت وضعيتي and I go down and up. كمان مع هيب تلت بالاخر 2 3 4 5
ستة سبعة ثمانية دقنة عالية تسعة بيرفكت عشرة جريت. منركز كتير على الحركات. Now I go very simple. Floor mat exercises على الركب. لازم دائما يكون في cushions تحت الركب تبعولنا. حركات هينين نسبيا ولكن إذا منقديهم بطريقة خاطئة كمان ممكن نعرض حالنا لإصابة. يعني الأبر بادي تبعي لازم يكون جالس. لما أكون عم بشتغل على باك كيك من هون ما لازم الأبر بادي تبعي يكون عم بيتحرك بطريقة منا مزبوطة. يعني ما لازم يكون عم بعمل أرتش أو هيك أو الخط لازم يكون مستقيم. معناتها لازم تكون مشدودة. الأبر بادي تبعي كتير ستابلايزد. كيف بعمل ستابلايزيشن؟ من خلال المعدة تبعيتي ومن هون اي باك كيك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بيرفكت. لهون برجع على البوزيشن باخذ نفس عميق. فضي اجري الشمال. I kick and I go back. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة بيرفكت. لهون باخذ نفس عميق. بنتقل لحركة تانية. عضلات الكابس أو بطاط الإجر في كثير من السيدات بيقولوا ما لازم نشتغل عليهم ولكن انا بقول لهم هذا شيء خاطئ. كل عضلات الجسم لازم نشتغل عليهم. وبالتالي لما اكون عم بقوي عضلات الكابس بهالطريقه عم بطلع على رؤوس اصابيعي لازم كمان اقوي العضلات المقابله لالهم يلي هن تيبياليس. فلازم اعمل هون لازم ارجع روح على العكس لتاني ميل لكن اب اند ذن باك على الكعب اب لهون and then على الكعب more and more and back كمان hold لفوق. بعدني عم اشتغل على شيء اسمه body weight. فيه احمل دمبلز بايدي perfect بكون added weight. كمان more and more last one perfect. انتقل للفتنس بول. انر ثايز ادوات ايتمز ايتمز ايتمز. لازم تعرفوا وجود الاكسسوارز رح يحسن الكواليتي تبع التمرين تبعنا لانه بكل بساطه رح يعطينا تشويسز رح يعطينا الترناتيفز. كل ما عندي انا الترناتيفز اكثر كل ما التمرين تبعي رح يتوسع. من هون اي بوش ان تو شد المعده دائما ثري فور فايف كمان سكس سبن ايت ناين تن وان اند تو اند تو بيرفكت. كمان حركة رح اشتغل على اخر حركة ورح كون ستاتيك فيها بمعنى رح انزل على الحركة ثبت حالي اجري كلها على الستاب. من هون شد المعدة على ايدي او فيهم ايديكم يكونوا هون ولكن اهم شيء تكونوا ثابتين بالابر بادي تبعكم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره سويتش لفوق. اخر كاونت واخر عدد حركه من هون. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعة وعشرة. برجع بطلع لفوق باخذ نفس عميق. إذا بدي أعمل ستريتش أكيد باخذ وقتي. أنا رح فرجيكم إياهم بسرعة. كمان ستريتش. بذكر هالأسبوع رح يكون عندنا حلقة خاصة عن الستريتشينج
كرمال مثل ما قلت انا نكون عم نغطي كل الكومبوننتس تبع العالم الفتنس. انا رح اشوفكم بكره بنفس الوقت، بس هلا صار الوقت انتقل لعند زميلي البير. هاي البير، كيفك؟ كيفك اليوم؟ تمام تمام. عجبك الموفي تبع او اذا بدك التريلر تبع جان كلود فان دام؟ هيدي دعاية عم تبرم منيحة بتعقل. صحيح. انا لقيتها يعني اخذ هالزلمة في اي بي تيكت للناس تتذكره على فترة كتير طويلة من بعد قديت ضحكنا عليه وقديت سألنا عليه. مظبوط. هو يعني كاركتير شوي مهضوم، بس خلى عن جد الناس تطلع فيه هلا بجدية، ما بقى تعتبره مسحة. انا عملت له شير للدعاية اذا بدك على فيسبوك عندي. بكل بساطة هو الزلمة كان عنده كتير ups and downs. انا شفت هيدا اللي عمله اذا بدك هيدي الدعاية هو شو مزبوط. انا كان لي الشرف التقي فيه سنة 2007 وتمرن بالجيم عنده ببافرلي هيلز. He's an amazing athlete، زلمة لا يستهان فيه ابدا، زلمة كتير بيحكي رياضة، كتير بيحكي كلتشر رياضة، زلمة كتير رياضي مميز مميز جدا. وكان لي الشرف كم مره اعمل شير للفيديو، لانه وخاصه شو كيف عملوا له انترودكشن وقت قال اتس ان ابيك سبليت. فانا بنصح كل العالم يشوفوا هالدعايه ويشوفوا قديش نشغل عليها ويعرفوا انه هذا شيء صحيح، منه شيء انه عاملين له تريك او شيء، بس كان فيه شويه تظبيطات صغيره فيشوفوا. قد ايه واحد بده يتمرن ليصير يعمل هذا السبليت؟ ليك معروف جان كلود فان دام بكل حياته بالاوف سيزون تبعه بيتمرن ساعتين لثلاث ساعات بالايام، بكون عم بحضر لموفي، عم بحضر كان لكومبتيشن بالكارات. اكيد بنهار بالايام اللي بكون عم بحضر فيها لكومبتيشن او لموفي بيتمرن لحديد الست ساعات بنهار. ولما نحكي نحن الست ساعات بنهار اكيد بكون في مقسم نهار تبعنا، كل حصة تدريبية شو بيعمل فيها، بيشتغل على كل الكومبوننتس. مشان هيك هو اذا بتشوفوا بالستابيليتي اللي عنده اياها هي از ا كومبليت اتليت. مشان هيك انا الناس اللي عندهم هالبرفورمنس العالي انا دائما دي اولويز فاسينيت مي اذا بدك، بيدهشوني دائما بالطريقه اللي بيأدوا فيها الحركات الرياضيه. واكيد جون كلود فان دام واحد منهم يلي كان عنده موفيز بتعرف هلا لما ترجع تحضر انه كاراتيه وكثير فيها هيك عنف، ولكن جيل كامل ربي على صحيح. على الكالتشر تبع جون كلود فان دام وشو جاب لعالم المارشال ارتس اللي بعد لهلا بيحكوا اذا بدك ستايل تبع جون كلود فان دام. مزبوط. Thank you Amine very much. إذا كنتوا من القليل اللي بعد ما حضرتوا هالفيلم please go ahead on YouTube Epic Split. Epic Split. Jean-Claude Van Damme. إذا كنتوا عند Amine هو دعاية منه موفي، دعاية لشي براند معين ولكن حلو ينحضر كتير. طيب هلا بدك تطلع بعيوني تركز معي. بدنا نشتغل تنويم هيبنوسيس يلا بعد هالبريك السريع.